مستمرين بصباحنا غير، وصلنا لمسك الختام. رح نترافق بجولة مع صوت ومساحة من الأحساس، استطاعت رغم ازدحام المشهد الفني الوصول إلى قلوب الناس بأغاني بترسخ حضورها بأذهان محبينا. سلمى فنان استطاع أن يجمع بين الموهبة والصوت الجميل، ورغم أنه ينتمي إلى جيل الشباب لأنه حقق حضور في عالم الكبار، وكان له بصمة خاصة ومميزة، كان دخل إلى جميع القلوب أو ملايين من قلوب محبيه. أهلا وسهلا فيك ريان بسوريا، يسعد صباحك. ومعنا الأستاذ بسام عيلان مدير مؤسسة الصافي للإنتاج الفني، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الأخبارية السورية. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. شكرا. رح نبلش معك استاذ بسام، نحكي عن هذا المهرجان اللي متواجد فيه اكيد الفنان ريان، وحضرتك عودتنا دائما انه تجيب لنا الاصوات الحلوه والجميله والطرب الاصيل لسوريا. بناء دعوي من دار الاوبرا وجهنا الاستاذ ريان، ونسقنا الحفله مدمر مجمع دمر الثقافي المسرح المكشوف، ونحن مؤسسه صافي باساس ان احنا اختصاصنا الاصوات الصافيه والاصوات الراقيه والجيل الراقي، يعني بعيدين عن الصخب والايقاعات والكذا، عم نحافظ على الارث تبع وديع الصافي، على وعسى ننتج وديع الصافي فيروز من اول وجديد باصوات مثل الاستاذ ريان وامثاله يعني. اكيد. ريان، قبل ما نبلش حديثنا معك، لكل محبينك اللي عم يتابعوك وناطرين حفلتك، شو بتحب توجه لهم كلمة أو تحية عبر شاشة الأخبارية السورية؟ أكيد أول شيء بدي أوجه تحية لكل الجمهور السوري وكل الشعب السوري اللي عم يتابعنا، بقول لهم أنا بتشكرهم على محبتهم، وإن شاء الله نهار الخميس نلتقى مع بعض ومنقضي سهرة حلوة ومنغني بالشام. أنا لأنه صار لي فترة يمكن زرت غير محافظات بسوريا، بس الشام صار لي يمكن فترة معينة مش ما جيت عليها، فكتير سعيد انه موجود هون، وان شاء الله بنقضي مع بعض حفلة حلوة. اكيد. يعني ريان، انت اخترت طول فترة مسيرتك الفنية خط معين، لك لمسة خاصة، شيء معين بتحب انك توصل له، هل هالشيء بتشوفه بيأثر على الفنان؟ مثلا ممكن يأثر من، وخصوصا بوجود مثل ما قلنا الصخب، وناس بتركض ورا الكلمة السريعة. نعم. اللي بتنحفظ بسرعة. نعم. النغم المكرر. يعني أنا يمكن الناس عرفتنا بلون معين، هو اللون الرومانسي الحزين مايل للشجن. وهذا اللون اللي ميزني فيه. هلا أكيد الساحة كتير كبيرة وفيها في فنانين كتار، بس هذا الشيء ما بيمنع إنه كل إنسان يكون عنده ميزة خاصة فيه، وأنا الحمد لله اللون الرومانسي تميزت فيه والناس حبتني فيه. هلا في عده فنانين، بس انا يمكن بشوف حالي نجاحي وتميزي هو باللون الرومانسي، وبحسه هذا ملعبي يعني، فبرتاح كثير والله يوفق الجميع بالاخر. الساحه يمكن هيدا اللي تميزت فيه بجيل الشباب، يعني لك. نعم. يمكن لون خاص. نعم. رومانسيه حتى. نعم. خاصه. نعم. استاذ بسام، خلينا نحكي، يمكن رغم كل ظروف الحرب على سوريا الا انه النشاطات والفعاليات الثقافيه والفنيه ما توقفت، عوده هي يمكن الحفلات والنشاطات الفنيه لهالصيف، وعم نختم يمكن الصيف مع مجموعه من المهرجانات، اهميه اقامتها يمكن بالظروف اللي عم نعيشها اليوم. نحن شاركنا وقفنا بس الصراحة ترى سنة أو سنتين، بس بشكل عام ظلينا مستمرين. بلد حي سوريا، بلد ثقافي، بلد فن، بلد سياحة، بلد رقي. شاركنا بأكثر من حفلة. أستاذ ريان كان حفلات عيد السيد المشتح لوادي النصارى، هو عديد من النجوم على رأسه الأستاذ معين الشريف، وشاركنا معرض دمشق الدولي، شاركنا بالعديد من الفعاليات باللاتقية وطرطوس وحمص. البلد حي ونحن شعب حي، نحن بنستاهل البقاء والحياة السوريين يعني. والفن هو ثقافة نحن عم نمارسه، ونحن بالأساس يعني ملتزمين الخط الفني الأصيل. يعني مثلا نحن بالقنوات السورية لهلا كل قناة سورية عندها فيروز وعندها وديع الصافي مقدس، غير قنوات ما عندهم غير التجارة والبيع والشري يعني. فنحن بلد أصالي يعني بنستحق يعني نضل مستمرين بالحياة. أكيد. أكيد. يعني ريان، وجودك معنا اليوم وقرينا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على بعض المواقع اللي تناقلت أنه أنت لك أغنية خاصة رح تقدمها لسوريا، أكيد بوجودك معنا اليوم كل اللي عم بيتابعوا الأخبارية السورية بحبوا يسمعوا مقطع خاص بتختاره من الأغنية. تحية خاصة للشعب السوري. أكيد أكيد أكيد. يا سوريا يا اللي تراب
أغلى من الدهر. أنت يا أرض الكرامي، يا تاج العرب، يا سوريا يلي ترابك أغلى من الدهر. أنت يا أرض الكرامي، يا تاج العرب، أنت يا قمر الليالي، أنت يا أغلى من حالي، شعبك والله علي غالي، يا تاج العرب، يا تاج العرب. يسلم هالتم. هي الأغنية من كلمات وألحان وغناء استاذ ريان لأول مرة تنزل عندكم إنتاج مؤسسة الصافي، نحن هلا بنصورها إن شاء الله قريبا نشوفوها كلهم على الشاشات السورية، وهيدا أقل واجب نحن. هي جديدة، هي أول مرة عندكم. وحلو لما تكون مثلا كلماتك والحانك، يعني العمل فني كامل، انت قديش فيها يمكن نوع من المسؤوليه والتحدي لك كفنان؟ بدي خبرك شغله، انا خاصه سوريا وبقول على الملأ، يعني انا سوريا ما بحسها بلد الثاني، بالعكس هي بلد الاول، يمكن بحبها قد لبنان واكثر من لبنان، يعني لانه سوريا انا بحسها وطني، الوطن اللي انا بس روح بشوف الناس الطيبه، الناس اللي بتفرجيكي على المحبة. وسوريا هي بعتقد انه هي لعبت اكبر دور انا بنجاحي، بنجاح مسيرتي الفنية. فنحن اقل شيء بنقدمه لسوريا هو اغنية وطنية، او بوجودنا بارض سوريا، بالحفلات اللي بنقدمها لسوريا وللجمهور السوري، لانه فعلا الشعب السوري بيستحق الحياة، واثبت من خلال هالازمة قديش سوريا هي دولة عظيمة ودولة ثابتة، مش دولة مثل غير دول. يمكن شو حلو الوفاء الفنان، هيدي واجباتنا، هيدي بالعكس، يعني إذا الفنان ما عنده هالوفاء، مش بس أنا كفنان لبناني، مش سوريا إلا فضل على كل الفنانين اللبنانيين. الفنانين اللبنانيين عملوا نجاحاتهم، عملوا ثرواتهم، عملوا كل شيء بسوريا، فنحن أقل شيء بنقومه. وحتى الدولة السورية هي اهتمت بكبارنا، الأستاذ وديع الصافي، بس بكتار من الفنانين وقتها نحن دولتنا تخلت عنهم. فأقل شيء نرد الوفا لسوريا، سوريا بلدنا يعني وحبيبة قلبنا. أكيد يعني تحية لسوريا الأم الولادة، وأكيد مثل ما قلت هي بلدك الأول مو الثاني، وأهلا وسهلا فيك وبكل فنان بيحمل بقلبه شوية وفاء لسوريا. خلينا نقول ريان، يمكن هذا الشيء بيرجع للشخص نفسه، أنت تعودت على أنك تكون تسمع طرب أصيل وتأخذ هذا النهج حتى بحياتك، كان في أساسيات تعودت عليها، يعني يمكن أنت الفن بعدك شوي عن الدراسة، مع هيك رجعت كملت مرة ثانية دراستك لحتى تجمع بين الاثنين. هالشيء قد ايه أثر على حياتك الشخصية أيضا؟ يعني أنا يمكن الأزمة اللي وقتها بلشت بسوريا بال 2011 فعلا أثرت علي وزعلت كتير، يعني وحتى يمكن نشاطات الفنية قلت، لأنه صعب تشوفي، يعني نحن الفنانين بالاخر هيدي مصلحتنا وبدنا نعيش منها، بس كمان في احساس، واليوم صعب كثير تشوف الناس عم تتعذب وعم تتالم ونحن يكون هدفنا بس مادي وتجاري. لا، يعني في كتار من الفنانين حكيوا عن سوريا ومدحوا سوريا، وقت الازمه يمكن ما كانوا موجود، خيبوا عمالة هيك عم وش. حلو هيدا الوفا للفنان يكون موجود عنده. خلينا كمان نوجه تحيه وفا بصوتك مره ثانيه، شو بتحب تسمعنا؟ يلا احنا نحاول نستغل اكيد اكيد الوقت. قالوا من بلادنا، من لبنان لبنان، جينا يا سوريا، جينا وجبنا معنا حب قلوبنا. قالوا من بيروت بيروت، يا حياتي يا بيروت، سلام حب وإخلاص لأرضك يا شام، لأرضك يا شام،
نقطع لو تتعمر يا دار محمي براجل والعسكر داير من دار توقف عسياجك. أكيد تحية للجيش العربي السوري. أكيد يسلم هالتم وأجمل تحية هي تحية لأبطالنا بالجيش طبعاً العربي طبعاً السوري. يعني أستاذ بسام خلينا نحكي شوي يمكن عن الرسالة حكى جزء منها ريان، هي رسالة الفن المرتبطة أكيد بخلال فترة الحرب، قد ايه بتحرص على هذا الشيء كل النشاطات الفنية اللي بترعاها الشركة؟ لا نحن اسم الراحل الكبير وديع الصافي نستمر بالنهج بالتربية الفنية اللي هو أساسها، فنحن الأصوات اللي بتغني الطرب الأصيل وبتغني الكلمة وبتغني اللحن، نحن بنجي لعندها نعملها مثل أستاذ ريان، أستاذ معين شريف، أستاذ ملعيم زين. فأنت نحن وقت اللي بيجي فنان مثل ريان مثقف وراقي وبيقول الكلمة صح ولحن صح، نحن بحاجة لهيك نسوق له، بحاجة لنضل محافظين على أرس وديع الصافي. أكيد وهي مهم يعني كتير أساسية وضرورية بهذا الوقت الحفاظ على الهوية الفنية. اليوم قديش صعب يظل يمكن المحطات اللي عم تشتغل على مدار 24 ساعة للضخ نوع من الفن نحن ما أنا متعودين عليه، فقديش مهم فعلا مثل مؤسستكم ومثل الفنان شاب مثل ريان فعلا العمل على حفاظ على الهوية الفنية. وسوريا يمكن منذ سنوات عنده فن خاص إن كان بحلب أو بالشام، فنحن كمان كسوريين منا متعودين غير على هذا النوع من الفن. سوريا إلا فضل يعني على وديع الصافي، أنا عشرت وديع الصافي 5 سنوات، ملحم بركات الموسيقار، فيروز، ست نجوى كرم، يعني كلهم ملحم زين، ملحم الموسيقى يعني هلا بتذكر مهرجان المحبة بالتسعينات كبار النجوم، معرض دمشق الدولي يعني مثلا كمان يعني كبار الفنانين غنوا عليه دون كان أم كلثوم ولا عبد الحليم فنانين، حتى مهرجان المحبة جميع كبار الفنانين اللبنانيين. قديش حلو فعلا نحافظ على هي الهوية، محافظين حتى بيقولوا للممات، حتى يعني حتى الكبير وديع الصافي، منصور رحباني، عاصر رحباني، نصر شمس الدين، ماتوا هدول يعني وهن عم تحكموا حساب الحكومة السورية. ليش يعني البلد نحن في ثقافة تجاه الفن الراقي والجميل، يعني لهلا بيتابعون صباح، يعني محافظة ألقاب، يعني كل شيء حتى رحلوا كلهم الحكومة والشعب السوري مهتمين فيهم لآخر لحظة ليحافظوا على تراثهم ليحافظوا على صوتهم يعني. أكيد. وهلأ يعني نحيي من أول جديد إن شاء الله بأصوات جميلة ومنحافظ أيام مثل الأستاذ ريان. أكيد ريان، يعني خلال جولتك بدمشق خلال الأيام اللي أنت متواجد فيها، هلأ اللي بيشوفك بيشوف في نظرة فرح بعيونك. أنا بس أجي على سوريا هي ابتسامتك لحالة ومشرقة، أيضا في نظرة فرح. حكي لنا شوي عن مشاهداتك بقلب الشام، كيف شفت سوريا بعد غيبة طويلة شوي، كيف كان استقبال الناس؟ وأكيد الناس استقبلوك بكتير من الحفاوة لأنه هنين أصلا في إلك قاعدة جماهيرية هون. والله يعني انه بالعكس انا بس اجي على سوريا بحب انزل وكزدر وشوف الناس وعم نعمل هيك، يعني رحنا على الميدان ومنكزر بجرمانة وبعباب توما رحنا. شو اكلت بالميدان؟ نحن بنقلها السجقة اكلنا السجقة نحن بنقلها بلبنان الفوارخ فاكلنا، والاكل السوري يعني معروف وانا بحب بطني يعني صحة وهنا. فبالعكس يعني انا بتحسي هون في طيبة، في محبة صادقة، وهالمحبة الصادقة هي اللي يمكن عرفت الناس على ريان. يعني الفنان هو شو رسماله؟ لا رصيده بالبنك ولا شيء، اسماله هو محبة الناس له، وهيدا سر نجاحه، وهيدي العظم اللي الفنان ممكن بكرة يوما ما بس يتقدم بالعمر يقول انه انا محبة الناس هي اللي وصلتني. فبالعكس لا مبسوط وفي حركة وعم ترجع الحياة اكثر واكثر. نحن كثير سعيدين بوجودك، دائما سوريا فاتحة بوابة لجميع الفنانين مين ما كان من جميع البلاد العربية، أهلا وسهلا فيكم في سوريا. شكراً يا حبيبي. سوريا دائما بتكون سعيدة بوجودكم. خلينا نختم مع حضرتك بغنية، يلا. يعني نحن عم نحاول قد ما فينا نستغل الوقت نستغل وجودك معنا. أنا مش قادر أنسى غيابك وأنسى أحلى غرام، أنا بيعز علي بعد
بطال الايام دمعتي بتشهد عفراق وعيوني ما بتنام انا من دونك عمري داي وفراقك والله حرام انا مش قادر انسى غيابك وانسى احلى غرام انا بيعز علي بعدك مهما طالوا الايام دمعتي بتشهد عفراق وعيوني ما بتنام انا من دونك يا سوريا حياتي والله حرام. يسلم هالصوت ويسلم هالتم. يعني ريان الحديث مع حضرتك هيك ما بينشبع منه، مثل ما قلنا وقت البرنامج يمكن انتهى، لكن قلنا اكيد احاديث ان شاء الله أكيد قادمه معك. قبل وجودك على سوريا كتبت هاي الاغنيه اللي غنيت لنا اياها هلا عن سوريا. عن سوريا نعم. هلا بعد ما اجيت رح تكتب غنيه ثانيه؟ غنيه هيك يمكن فيها شويه فرح بعد ما اجيت لهون. هلا هي الغنية انا اللي قدمتها، اذا بتشوفي كلامها هو بيقول يا سوريا يلي ترابك اغلى من الذهب، انت يا تاج، انت يا رمز الكرام يا تاج العرب، انت يا قمر الليالي، انت يا اغلى من حالي، شعبك والله علي غالي يا تاج العرب. المقطع بيقول بحلف بالله بالعالي انك للمجد عنوان، عمري ما حسيت بغربي كاني بعدي بلبنان. فهي الكلمه حلوه وفرحه، يعني ما بقى في حزن لانه بسوريا عم نطوي صفحه الحزن شوي شوي. اكيد الله يرحم جميع الشهداء اللي سقطوا في ده الوطن الغالي، ليبقى هالوطن ونحن نبقى ونقعد وننبسط ونكمل حياتنا. في كتير ناس قدموا حياتهم، اكيد تحيه لارواحهم ما بدنا ننساها. وسوريا ما بعطول هي بتضل الشامخه، وهي سوريا انا بقولها ام الدنيا وابوها. فالفرح جاي وبدعي لكل السوريين الامل يضل بقلبهم والى الامام. سوريا بتتم شامخه بهمه ابطالها رجال طبعاً الجيش العربي السوري وبهي المحبه طبعاً الموجوده عند حضرتك وعند كثير من محبي نعم سوريا. نتشكرك نعم الفنان الجميل ريان على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق لكم بجميع شكرا اعمالك. شكرا استاذ بسام، دائما في جديد مع حضرتك ومع مؤسسة الصافي للإنتاج الفني. نشكرك كمان، نتمنى التوفيق لكل الأعمال اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لك. شكرك استاذ بسام. شكرا شكرا لكم، شكرا لوجودكم، اضفيتوا على صباحنا هيك روح فنيه حلوه وروح من الوفا، الوفا اللي صرنا كثير نفقده هالايام. هيدي واجباتنا مش منيه، هيدي اقل واجب. شكرا شكرا للاخبار السوريه مفر.